فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول ذكرتم حفظكم الله الصورة الثانية من صور التوسل، والتبس علي الأمر، حيث إننا قد درسنا عند فضيلتكم في كتاب التوسل أن التوسل إلى الشخص الصالح بأن يقول مثلا يا فلان أدعو الله أن يغفر لي، أن هذا في حياته يا أخي، هذا صحيح في حياته تقول للصالح ادعو الله أن يغفر لي، أما تروح القبر تزعم أنه صالح والله أعلم تقول يا فلان الميت ادعو الله لي، هذا لا يجوز. نعم، في فرق بين الحي والميت، في فرق بين الحاضر والغائب أيضا، حتى الحي إذا صار غائب ما تطلب منه شيء، تطلب من الحاضر الحي الحاضر، وشرط ثالث أيضا أن يكون يقدر على ما تطلب منه، ثلاثة شروط، أولا أن يكون حيا حاضر، وثانيا يكون حاضرا، وثالثا يكون قادرا على تحقيق مطلوبك. نعم.